أنا عارف إن الفترة دي هي فترة ضغط بسبب امتحانات الثانوية العامة، الناس اللي بتمتحن في كليات، الناس اللي بتتخرج من كليات أو مثلا ماجستير أو دكتوراه، فأنا حبيت كده إيه إن أنا ما أكونش ضغط مع الضغط ده، وحبيت إن أنا إيه أروق عليكم كده بفرصة للسفر إلى واحدة من أجمل الدول على مستوى العالم وهي تايلاند. الفرصة دي تقدر تقدم عليها لو أنت طالب في الثانوية العامة، لو انت طالب بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه او حتى اتخرجت، لان الفرصة دي بتكون متاحة للسن بداية من 16 سنة الى 35 سنة. كمان مش طالبة منك شهادة اجازة لغة انجليزية، كمان بتقبل عدد كبير من اللي بيقدموا عليها. خلي بالك ان الفرصة دي فيها فرص ممولة بالكامل، ودي الحاجة اللي تهمنا، فيها فرص جزئية لو انت مهتم ممكن تقدم عليها، لو مش مهتم ملناش دعوة، او فيها فرص للناس اللي عايزة تسافر على حسابها، وده مش موضوعنا. ولكن انا لازم اذكر لك كل حاجة، واحنا هدفنا والشيء الاساسي اللي بنتكلم عنه هي الفرص الممولة بالكامل في فرصة السفر الى تايلاند. فلو انت مهتم ممكن تتابع الفيديو من البداية للنهاية علشان تعرف كل التفاصيل والمميزات والفرصة دي بتتكلم عن ايه، وكمان طريقة التقديم خطوة بخطوة. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار انا مذكرتوش في الفيديو بتاعنا، ممكن تتفضل تنزل تسيبه في الكومنتات وانا هحاول ارد عليكم جميعا بقدر الامكان، او ممكن تتوجه لصفحة الفيسبوك الخاصة بينا دكتور المنح، ورابط الصفحة هتلاقيه موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وتوجه سؤالك الى فريق الاستفسارات الخاص بينا هيرد على حضرتك. استفسار يعني سؤال عن حاجة، لكن مش معقول هتقول له اشرح لي الفرصة الخاصة بالسفر إلى تايلاند وهي اوريدي مشروحة على القناة قدام حضرتك. تمام، يا ريت بعد إذنك لو استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتدعم المحتوى الجميل اللي احنا بنقدمه، لأن احنا هنا بنقدم محتوى مفيد مش بنقدم محتوى هشتك بشتك. فيا ريت تدعمنا بلايك، ولو لسه مشتركتش في القناة يا ريت تشترك، ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا. ازيكم يا شباب، مرة تانية بنتكلم عن مؤتمر في يونج فيلوشيب في تايلاند. تمام، طيب هنيجي مع بعض هنا للتفاصيل. الدولة المستضيفة طبعا تايلاند، مين اللي يقدر يقدم؟ قلنا طلاب الثانوية العامة أو اللي اتخرجوا من ثانوية عامة، طلاب بكالوريوس أو اللي اتخرجوا من بكالوريوس، طلاب الماجستير أو اللي اتخرجوا من ماجستير، طلاب الدكتوراه أو اللي اتخرجوا من الدكتوراه، من مختلف البرامج، من مختلف التخصصات، من مختلف المجالات الدراسية زي ما حضرتك تحب تسميها، يقدروا يقدموا على الفرصة دي أو المؤتمر ده. طبعا يمكن لجميع الطلاب الخارجيين من مختلف دول العالم من اي دولة يقدروا يقدموا على الفرصة دي. اخواتنا في سوريا اللي بيسألوا نقدر نقدم ولا لا، حضرتك تقدر تقدم. اخواتنا في اليمن اللي بيسألوا نقدر نقدم ولا لا، تقدر تقدم. اي دولة، اخواتنا في فلسطين، اي دولة عربية من الناس اللي بتتابع قناة دكتور المنح، محب دكتور المنح، هيقدروا يقدموا على الفرصة دي، مفيش اي مشكلة. السن زي ما قلنا بيتراوح ما بين 16 سنة إلى 35 سنة. لو سنك 16 سنة بتقدر تقدم، إلى 35 سنة بتقدر تقدم، مش هيكون طالب منك شهادة إيجاد لغة إنجليزية. ركز معايا في المواعيد دي. آخر ميعاد للتقديم هيكون 10 أغسطس 2022، آخر ميعاد للتقديم هيكون 10 أغسطس 2022. هيبدأوا يعملوا مقابلات شخصية، المقابلات الشخصية دي هتكون في الأيام اللي موجودة هنا قدامك، يا إما يوم 16 17 18، يعني هم عندهم انترفيوز يوم 16 17 18. أنت طبعا مش هتعمل انترفيو كل يوم، أنت ليك ميعاد محدد في يوم من الأيام دي. تمام، موعد اعلان النتائج المبدئيه اللي هي الاوليه هيكون 24 اغسطس، والنتائج النهائيه يعني حضرتك بعد ما تعمل انترفيو تعرف ان انت اتقبلت بشكل نهائي يوم 30 اغسطس 2022. والمؤتمر ده بيكون ما بين 27 سبتمبر الى 30 سبتمبر 2022، يعني هتقضي لك كده 4 ايام في تايلاند. تمام، وطبعا مين يقدر يقدم على المؤتمر احنا ذكرناه هنا، فمش محتاجين ان احنا نذكرها هنا مرة تانية. طيب ايه هي الموضوعات اللي هيناقشها المؤتمر ده؟ هيناقش موضوعات مختلفة، يعني مثلا حرية التعبير ممكن تؤثر بشكل سلبي على المجتمع ولا لا؟ طيب ايه هي العوامل اللي ممكن تخفف تلك الآثار الناتجة عن العوامل السلبية من حرية التعبير؟ الآثار الرئيسية لتغيير المناخ على الهجرة والمهاجرين، دي كلها مواضيع حضرتك شايفها قدامك هيبدأوا يتكلموا عنها في المؤتمر ده، وكل حاجة أنا بذكرها لك هنا باللغة العربية من على موقع دكتور المنح، هتلاقيه موجود بالنص باللغة الإنجليزية على الموقع الرسمي، وطبعا كل متابعينا ومحبينا عارفين الكلام ده، ولكن احنا بنحب نقول كده للناس اللي هي ايه انتوا عارفينه. طيب المميزات اللي بيقدمها المؤتمر ده، في فرص طبعا ممولة جزئيا، وفي فرص للناس اللي عايزة تسافر على حسابها الشخصي.
كل واحد على حسب رغبته الشخصية عايز يقدم على ايه، دي حاجة ترجع له. احنا يهمنا الفرص الممولة بالكامل، كمان بتغطي لك تكاليف السفر ذهابا وإيابا والإقامة، المساعدة في الحصول على التأشيرة، ومش هيدفع لك تمن التأشيرة، هو هيبعت لك الانفيتيشن أو الخطاب أو الدعوة اللي من خلالها هتروح على السفارة التايلاندية اللي موجودة في البلد بتاعتك علشان تاخد التأشيرة وتقدر تسافر في الفرصة دي إلى تايلاند. كمان هتبقى قاعد مع القادة العالميين، كمان هتقابل رواد الأعمال، دي كلها مميزات بتقدمها لك الفرصة أو المؤتمر اللي في تايلاند. تمام، كمان هيكون في عرض ثقافي بتقدر برضو إنك أنت تشارك فيه، كل الحاجات دي بتكون طبعا مجانية. طيب ايه هي المستندات والوثائق اللي هتكون مطلوبة منك؟ فرصة سهلة وبسيطة تقدر تقدم عليها بنفسك لو تابعت معايا خطوات الشرح. كل المطلوب منك ان انت تملى الابليكيشن الخاص بالمؤتمر، صورة شخصية هتكون مطلوبة منك، صورة من جواز السفر، ولو مش معاك تقدر ترفق له بطاقة الهوية الشخصية اللي هي بتستخدمها في البلد بتاعتك لو مش معاك جواز سفر. ولكن خلي بالك من حاجة مهمة، في حالة انك انت اتقبلت بإذن ربنا فانت بيكون مطلوب منك طبعا جواز سفر، لان جواز السفر ده وثيقة دولية هي اللي هتسافر بيها طبعا زي ما كلكم عارفين، ولكن انا بس حابب اوضح لك. ده الموقع الرسمي الخاص بالفرصة، وفقط للناس اللي بيسألوا ازاي نقدم من خلالكم تقدر تضغط للتقديم من خلال فريق دكتور المنح، بتملى الابليكيشن الخاص بينا بيتم التواصل معاك من قبل فريقنا، ولكن تقدر تتابع الشرح التفصيلي زي ما احنا متعودين على القناة بتاعتنا وتقدم بنفسك. طيب هنرجع للشرح بتاعنا مرة تانية، ده جروبنا على التليجرام، قناتنا على التليجرام، واحد من جروباتنا على الواتساب لو حابب تشترك وتتابع المنح اول باول، والمسابقات اللي بتقدمها قناة دكتور المنح دي طبعا حاجة تشرفنا. طيب هنا ده الموقع الرسمي، بتضغط عليه بتفتح معاك الصفحة دي وبتلاقي هنا كل التفاصيل والمعلومات اللي احنا ذكرناها باللغة العربية موجودة هنا قدامك باللغة الإنجليزية. يعني المؤتمر ده هيكون من 27 سبتمبر إلى 30 سبتمبر، قدم دلوقتي الفرصة متاحة، كل التفاصيل موجودة هنا، البنفيتس المميزات اللي ذكرناها كلها موجودة هنا، كمان التوبكس أو المواضيع اللي هيتضمنها المؤتمر ده موجودة هنا. لو ضغطنا على النكست بندخل على الجزء الخاص بالترمز اند كونديشنز، خلي بالك من كل التفاصيل هنا، لو في أي أسئلة في دماغك ممكن أنت حضرتك تلاقي إجابتها هنا. وخلي بالك من حاجة مهمة، إن في رسوم ابلكيشن وقدرها 25 دولار، خلي بالك إن دي حضرتك بتدفعها للتقديم على الفرصة دي، ولكن في حالة الرفض لا قدر الله دي مش بتكون مسترجعة ليك، يعني مش بترجع لك. تمام، برضو حبينا ننبه على حاجة زي دي علشان خاطر الناس اللي حابة تقدم تكون عارفة. بعد ما بنقرا كل حاجة، وهنا زي ما قلنا السن من 16 ل 35 سنة، بتيجي هنا معايا بتختار يس، وبعد كده بتضغط على نكست، بيفتح معاك الابليكيشن بتاعك، هنا بتختار اللقب بتاعك، اسمك بالكامل، الايميل، رقم التليفون، الدولة بتاعتك، الجنسية، المحافظة، العنوان بتاعك، هنا رقم التواصل معك في حالة الطوارئ لا قدر الله، تاريخ ميلادك، رقم جواز السفر او بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بيك، الجندر بتاعك اذا كان ذكر او انثى، الانستيتيوت بتاعك انت بتدرس ايه او فين، بتكتب اسم الجامعة او المدرسة او اللي اتخرجت منها، هنا انت طالب ولا تفتح السام، بتختار مثلا انت بروفيشنال او سوشيال اكتيفيتيست على حسب انت ايه اللي بينطبق عليك من دول. بعد كده هنا بترفق له لينك فيسبوك، لينكد ان، انستجرام، تويتر، اي واحد معاك منهم، اللغات اللي انت بتتكلمها، المطار اللي انت هتسافر منه. بعد كده انت ازاي عرفت عن المؤتمر ده، تفتح السام وتبدا تختار اي اختيار من دول، مفيش اي مشكله. بيقول لك هل انت محتاج فيزا عشان تدخل تايلاند، فانت هنا بتختار يس. خلي بالك هنا انك انت لو من دوله مش بتكون محتاجه فيزا للسفر الى تايلاند انت ممكن تختار نو، ولكن معظم الدول بتكون يس ان انت محتاج فيزا عشان تدخل تايلاند. هل بتعاني من اي اعاقات لا قدر الله، بتعاني تختار يس، تكتب له لو لا بتختار نو. هل انت هنا في اي حاجه بالنسبه للوجبات المقدمه، لو انت في اكل معين مش بتاكله ممكن تختار يس وتقول له ايه هي الحاجه دي اللي انت مش بتاكلها وليه. تمام، بعد كده هنا بيقول لك هل انت شاركت قبل كده في المؤتمر ده، لو شاركت بتختار يس وبتقول له امتى، وبعد كده لو لا بتختار نو. بعد كده هنا بيسالك على حجم التيشيرت اللي هو هيدولك في المؤتمر ده، فانت بتختار الحجم بتاعك. بعد كده هنا بتيجي معايا بتبدأ تجاوب على الأسئلة المقلية دي، هو هنا بيقول لك كلمنا عن نفسك، معرفتك، تعليمك، الأنشطة المجتمعية اللي أنت عملتها، المميزات، الحاجات اللي أنت بتقدر تعملها، كل دي حاجات حضرتك بتبدأ تكتب عنها. كمان ما تنساش تذكر له إيه هي الحاجات الشخصية أو الميزات الشخصية اللي فيك، الحاجات اللي تميزك عن غيرك تخليك مؤهل للبرنامج ده. بعد كده هنا بيسألك وبيقول لك اذكر له 3 حاجات أساسية في المؤتمر ده خلتك متشجع إنك أنت تشارك في المؤتمر ده. بعد كده هنا بيجي بيسألك وبيقول لك أنت إزاي
ممكن تستغل المؤتمر اللي انت هتحضره ده في التأثير بالإيجاب على المجتمع بتاعك. بعد كده بتيجي هنا معايا، هنا طبعا لو انت عايز تدفع رسوم الابليكيشن ممكن حضرتك تدفعها عن طريق كريدت كارد او عن طريق باي بال. بعد كده بيكون معاك فاتورة، الفاتورة دي حضرتك بترفقها هنا. بعد كده هنا بيقول لك ارفق له صورة من بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بيك او جواز السفر. بعد كده هنا بترفق له صورة شخصية خاصة بيك. بعد كده هنا بتختار يس وبتيجي في السيجنتشر، بتلاقي هنا خلي بالك من العلامة دي، انت بتبدأ تكتب اسمك هنا. انا مثلا هكتب السيجنتشر بتاعتي، هبدأ اكتب اسمي على سبيل المثال. بعد ما بخلص بتراجع الابليكيشن بتاعك اكتر من مره، لان بعد ما بتعمل سبميت مش بتقدر ترجع تعدل اي حاجه في الابليكيشن. بعد ما بتخلص بتضغط على سبميت، وبكده انا اكون خلصت شرح طريقه التقديم على المؤتمر المقدم في تايلاند. اتمنى ان الشرح كان واضح وبسيط. لو لسه عندك اي سؤال او اي استفسار وانا ما ذكرتوش في الفيديو بتاعنا، اتفضل انزل سيب في الكومنتات وانا هحاول ارد عليكم جميعا بقدر الامكان. يا ريت في نهايه الفيديو ما تنساش تعملنا بلايك، لو لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك. اتمنى لكم التوفيق جميعا وشكرا.